تنظن بان الماتشات باقي كلشي ملعوب لا بالنسبه للوداد ولا بالنسبه للرجاء، بر كنقولوا شويه مي باقي كلشي ملعوب. تتشوف المقدمه غدا مزيان، وكاين كاين عاوتاني مشاكل في اسفل الترتيب، مي تنظن غتبقى حتى للدور الاخيره، تبقى البطوله حتى للدور الاخيره، اللحظات الاخيره تنظن تقدر تعاود السيناريو ديال 2010. نتمنوا تكون بطوله وداديه. بالنسبه لدابا حاليا اللي غيفوز بالبطوله كيبان لي هو فريق الرجاء، والوصيف ديالو غيكون ان شاء الله هو الوداد. وحنا ما كرهناش طرا شي حاجه اخرى، ما كرهناش تبدل شي لعيبه. بالنسبه للبارح، البارح كان واحد التشويق حيت الرجاء كانت ربحات في الاول وفي الاخر تعادلات، كانوا ماتشات شويه قاصحين، ما تعرفش شنو غادي يطرا في الماتشات الجايين. وبحق التشويق اللي كنشوفوا دابا بان نقصت القضيه اللي كنا كنعرفوا عليها، والناس كان واحد الحماس واحد لم جميع الفرق سواء رجاويين او وداديين او جيش ملكي او كاع الفرق كلهم تقريبا، الناس بحال بدات كتهرب شويه لان هذه المشاكل اولا، وثاني هذه المشاكل ديال هذه الامراض. ولكن البطوله ديما اللاعب هي الوداد، لان الوداد بطبيعه الحال هي اللي لحد الان هي اللي مصدره الصداره، هي اللي خصها تكون وهي اللي خصها تدير البطوله. التنافسيه شنقول لك اخويا، التنافسيه قويه والفريقين ثلاثهم صعاب، لا فريق الوداد البيضاوي ولا فريق بركان ولا فريق الرجاء البيضاوي. احنا نتمنوا الحظوظ ديالنا تكون فريق الرجاء البيضاوي، هادشي تنبغيوه.